كان ويا ما كان بحديث الزمان، حاضر العصر والأوان لحتى كان. بلاد العجاية وأراضي الغراية بيطلع لك أم طالب وبيقول لك بكفي المصايب. أمك مالت الحكاية ولو شكلها حلو بس آخرتك خرايب. بشار يصدر مرسوماً بتعيين لجنة من 9 قضاة من المستشارين القانونيين في القصر الجمهوري لحافظ الأسد، والمشهود لهم بتاريخهم الشفاف ورفضهم الرشوات، والأهم أنهم لا يخضعون لرقابة المخابرات. ولكن ذلك لماذا؟ لإجراء تشكيلات لـ 2700 قاض في سوريا دون تدخل المخابرات بهذا المجال، أو تعيين أي قاض من أي مركز أمني مع معاقبة أي ضابط يتدخل في عمل القضاء. ولكل قاض ضعف راتبه زائد مساعدة مالية بقيمة $500. ما رأيكم؟ هل مصدر هذه النكتة روسيا أم إيران؟ أم هل هذه إحدى نكات الأسد؟